هلا 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 هلا، شلونكم؟ شو الأخبار؟ شو مسوين؟ يلا 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 يلا، ارتفع الفيو. شو رايكم ادشش سعيد الملا؟ وده موجود في اللايف. لا اخاف. صج حلا ترك رفعت قضية على امها. والله ما ادري، انا شفت امها طلعت تحكي تقول ان رفعت عليها قضية. الله يصلح الحال، يعني ما ادري هي شنو القضية، بس يعني امها تحت اي مبدأ امها؟ يعني الام، ايه الام، فاهم سعيد؟ سعيد الملا وعندنا هني في اللايف، فاهم؟ الأم أهم شيء، الأم. مي أنتو حلو، أنتي حلوة، والله أنتو أحلى ناس. خير عاقبة اليوم، والله اليوم نفسيتي حلوة، اليوم نفسيتي وايد حلوة. الأم مدرسة، طبعا مدرسة مدرسة يا أستاذ ثانوية. سعيد شو أخبار طلعت؟ شو أخبار طلعت وياك؟ أحبك مي حبيبتي. هلا هلا، يلا سترك عبد الله الرميان. ما شاء الله أعدائي كلهم موجودين، أعدائي كلهم موجودين. سعيد الملا، عبد الله الرميان. رميان شلونك؟ شخبارك؟ والله ولهنا على أيام المسرح الخليج، تتذكر نقعد 3-4 ساعات نتهاوش وبعدين كل واحد ياخذ سيارته ويمشي. عجيبين. شنو الجديد؟ جديد كله حلو، ما بغير لون شعري، ما بسوي اسود، سوي حواجبك انتي سودة، كيفي. حين ما طلبت اقتراحات اساسا، بصبغ شعري، ايش رايكم؟ شن القافوة؟ القطو يحبك. وين ناصر؟ ما ادش ناصر للحين. ولك ناصر. ناطرين ناصر. تعال الحين دش ناصر، يقول دقايق دقايق. نتحكى عن موضوع، ايش تبون نتحكى عن اي موضوع؟ على ما يدش ناصر. لا برافو ميد، اعتذرت منه والله العظيم، لانه والله سعيد يعني عن موضوع احمد بدير كسر خاطري صراحة، يعني سمعت حسيت وايد جارحته واثر فيني لما قال التعليقات اللي عندها. انا اقول حق الناس لا يسبونها، اوكي في النهاية هذه بالاول والاخير ست، فاضطريت انه الصراحة يعني حسيت وايد جارحته. ما توقعت ان كلمة يعني تجرحها لهالدرجة، بس كيف يعني بيروح يرفع قضايا بدال القضية يرفع 50-60؟ ما عندي مشكلة، انا يعني حق رب العالمين، لان ما لي خلق يعني نوقف قدام بعض خصوم، خصوصا ان احنا في زمن وباء، يعني ما حد يعرف منو بيروح قبل الثاني. فحرام. وعلى فكرة، على فكرة الاعتذار شيمة القوي مو الضعيف. كاهو كاهو بسلوى دش لحظة، اهو 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 كاهو الحين بسلوى. وانا كاهو
هلا ابو سلو، وين؟ هلا شلونك؟ هلا مي، شو شلونك؟ الاخبار؟ اخبار الدخول مفاجئ هذا، انا كنت مسوي ريكوست بس قاعد استمتعت بالحد، يعني قاعد اسمعك وانت تسولفين. انا والله استمتعت بالسناب مالك من شويه. قاعد اضبط منو انت فهود؟ شوفي شوفي ايه ترى قاعد اضبط لك شو اسمه، شوفي الوضع؟ شو ها ها كله الله حق شلون، شو اسمه. كفاية منو عنده كذي؟ ما حد عنده. حاضر انا طلبية شفت ترى. انت سوالف حقك، بس ايش في فهد مو راضي يحلق؟ طق والله طق شيخني والله بصق. فضحني فضحني بالحلاق، مو متعود. سويت له ابديت من ايجيبشن لكويتي. لا وليش زعلان يعني المز؟ ليش زعلان؟ هو احلى واحد في زعلان البيت، من حقه يشوف نفسه. انا، زعلان زعلان شو اسمه. زين عادي ترى انا يعني باخذ راحتي شوي وياك باللايف، ولا ما اي يصير عادي، لا يصير. يعني ده. يا اوكي شنو، لا بتحط لا شيشة قاعد ادخن وكذي اخر. وتقعد تضبط الحركة؟ ريد بول ولا بيبسي؟ لا لا بيبسي ناطر متأكد الشاي مو بس ريد هذا بول؟ يخلص. ترى علم عليك نوف في الريد بول. على شنو؟ لا لا الريد بول منو؟ نوف تشرب ريد بول اكثر مني يا مي، خليني ساكت. انت كذي كنا هذا ساكت، صدقين فضحت. انا اعصب ما دخله بالبيت عندي والله. اوكي هي ما شاء الله تشرب وايد. كم واحد باليوم؟ لا لا يعني واحد واحد بس. بس ايوه بس شو اخبار شنو السوشيال ميديا ناصر؟ شنو حوار شو اخبار اليوم؟ اليوم؟ اعتذرنا حق احمد بدير. اي ارفع لك القبعه والله يا امي، والله والله على العظيم راسي، والله يا ابو والله فهد. العظيم ارفع لك القبعه. ونستيني تدرين انا ما اقدر ادخل عليك اقول لك، بس فرحت يعني على البادره الطيبه. بس الاعتذار بالعكس من يعني، شيئنا انت كبار. لما تدش علي، انت اخوي ناصر، يعني انت تعرف ان علاقتي معاك ومع العائله، يعني انتوا اهل، مو يا بعد صدقت يا سوشيال امي، صدقت ميديا، من ومو شي غريبة. بس. زعلانه منك والله ناصر، ليش مي؟ عزمت الفاشينيستات كلهم على الشاورما في النيابه، وانا ما جبت لي حتى واحده، والله ويبي العظيم يشتكون يقول شفتي جبتها بارده بعد، هذه يقول ولا فايت بارد. تزعلين، قعدة اليوم هذه مخصوصة لتشوفي متى ما تبين. وحاضر مو شاورما، اجيب لك ها؟ السيخ بكبره. لا لا اقول لا، لكم السيخ كم وايد نفر؟ كتير 60 دينار. كتير. انا راح اجيب السيخ كبره. بس لا وايد، انت بتخرب الدايت مالي اللي انا تعبت عليه. قولي لي ناصر بسألك سؤال، دولي. تأذيت من السوشيال ميديا ولا استفدت وايد منها؟ منو ما تأذى؟ استفدت منه وتأذيت منه. بس ليه اليوم ماني قادر يعني اقيس انه اذيته اكثر ولا فايدته اكثر صراحه. يعني في مواقف ممكن تطيحين فيها الاذيه، تقول يعني بينك وبين نفسك تقولين يخرب بيت الشيء الزين اللي صار لي كله منه، يعني يعوفك الخاطر من كل شيء زين صار. وفي شغلات سبحان الله، محبه ناس، موقف، واحد يدعي لك دعاء كذي وانت تقولين يعني نعمه. فهمتي قصدي؟ وطبعا من ناحيه الشغل لا والله في شغلات زينه بلا تحصل. بس السوشيال ميديا فيها فايدة، في ناس يحبون بعض صدق ناصر، ولا كلها أفلام وقصص وشو؟ يحبون بعض تقصدين مجال المشاهير؟ إيه؟ والله مي شوفي يعني انا اذا بتكلم عن نفسي الحمد لله، يعني او عن عائلتي، يعني بتكلم عن نفسي وعن عائلتي الحمد لله، ما عمرنا مثلا رافجنا احد ولا تعرفنا على احد بهالمجال. يعني كانت النية مثلا مصلحة او هذا، بس مي هذا مجال عود، لابد لابد انه يكون في ناس زينين وناس مو زينين، وناس تبين لك انه مثلا هم زينين بس هم من داخل مو زينين، يمكن لها اللحظه هم ويانا. يعني يمكن انا الحين ارافج مي، انت من ايش كثر الحين؟ يمكن انا اعرفك يمكن ما ادري كم سنه، ولكن كم سنة؟ هل 3 سنين، سنين ممكن شوي. هل هالسنين هذه انت يمكن الحين داخلي ما تدري انت شنو داخلي، يمكن انا داخلي شيء مو زين عليك. فمي صعب ان الواحد انه يحكم. بس شفنا مواقف لهني، شفنا التحفر والسبب ليش. يعني انا قلت حق واحد يمكن من المشاهير هالكلام، هو ممثل ومشهور بالسوشيال ميديا، قلت له اذا انت مجال التمثيل تسمونه، يعني انا اسف على اللفظ، يسمونه مجال وسخ، قلت له فالسوشيال ميديا اوسخ. شنو السبب منه؟ ليش؟ السوشيال ليش؟ ميديا
اي لان السوشيال ميديا فيه فلوس اكثر من اي مكان ثاني. انت سؤال ليش مجال التمثيل وصل؟ لان واحد يحفر، لان في شهره وفي فلوس دورة. بالضبط، لان واحد يحفر حق واحد وياخذ دوره واحد، فمجال التمثيل محدود، مخرج معين يول هذا. حبيبي تعالي تعالي سوي سوي سلام يلا وروحي. هذا سلاوي ولا اميره؟ هذه اميره، هذه اميره. تعالي سلوى، تعالي سلوى يلا خلنا يرحبون فيك. بس وينها وينها؟ تعالي سلوى سوي هاي حق سلاوي. شلونك؟ ام سلوى. انت سلوى، ندري ان انت سلوى. هذه اميره يلا تعالي. ها هذه اول فرحتك. اي والله الحب. يلا روحي. زين خلاص، هذه اميره طبعا تموت على ال... هات يلا جو انسايد، جو انسايد. يلا سلوى، سلوى روحي انسايد حبيبي. انا كنت حاس ان كنت بسوي اللايف بالسياره. المهم ان شاء الله انه ما يصير ساعات. سلوى اميره يرحم امكم. خلاص دشوا داخل سلوى، دشوا داخل بابا. خلاص ان شاء الله. اي هاف ورك، جو انسايد. يلا ما تعطيني دقيقه بس؟ اعطيك دقيقه. اعطيك ما ادري اقول لهم لحد يتزوج ولا لا. لا دش داخل. العصابة التموا حوالين ناصر. وين نوف؟ نوف موجودة بس لاهية اليوم اللايف مع بو سلوى. باك باك سوري. رجعت؟ زين. جبت سيارة حق لا جبت له كرة يا معودة. قاعد اخليه يفكر يحول مجال الكرة على اساس لا يبيني. السيايير وايد مصاريف. مصاريف ها؟ اي والله. من عايب ابتلى. اي بقول لك على موضوع التمثيل. الفكره من التمثيل، اسف اني شو اسمه، الفكره من التمثيل انه كان فيها فلوس. انت مجال محدود. صح. اعمال رمضانيه في 5 اعمال مثلا 6 اعمال فتصير ذبحه. السوشيال ميديا على فلوس اسرع واقل. وتخيل فشيء طبيعي انه واحد يعني ناس بتسوي زحمه والشارع فاضي. انا ترى اليوم الصبح على التراك يا لي تلفون وصارت لي يعني والله مي مشاكل لهم. على شنو؟ على شنو؟ على 50 دينار ولا 100 دينار مع يعني مع منسقة مثلا حق يعني. بس صار شيء ما بيذكر القصة لأنه خلاص يعني أنا حليت المشكلة. بس شيء ضحك يعني، شيء مو منطقي يعني. في شغلات تصير عينهم ضيقة اللي بالسوشيال ميديا، عيونهم ضيقة ناصر. والله ما أدري ألومهم ولا ما ألومهم. شوفي جانب أنه في رزقة صدق يعني. أنا مثلا الحين قاعد أشتغل في رزقة لي. فشيء طبيعي راح تضايق لما واحد يزاحمني. يعني انت الحين رزقه عندي موجوده، انت ليش تضايقني؟ ليش تبي تسحبها مني غصب؟ خذها مني بشغلك. بس مو تحفر، انا قصدي يعني فهمت قصدي. مو مثلا تروح عند شركه تحاول تخرب علي هذا من اخلاقيات العمل غير صحيح. اوكي. اي يعني بس تحس ان السوشيال ميديا ناصر ما في سي في. يعني انت شنو بتقول؟ تقول انا اليوم سويت السي في مالي، انا سويت اعلان عطور او سويت اعلان ميك اب ولا سويت شنو السي في؟ شنو تقصدين بالسي في؟ السيره الذاتيه يعني؟ انه السيره الذاتيه يعني مو نفس التمثيل. التمثيل تقدر تقول انا اشتغلت مع فلان وفلان وفلان وفلان. اوكي سويت الدور الفلاني اعطوني عليه جائزه. اختلف معك مي. لان اليوم انت لما تشتغلين مع شركات كبيره عرفتي كيف تحسب لك سي في. انا مثلا سويت اعلان، انا باكر عندي ان شاء الله باذن الله عندي مثلا اعلان مع شركه كبيره وكاله سيارات. فالاعلان هذا شيء اضافه لي باكر. انا لما يقولوا لي مثلا انت مجال سيارات من اشتغلت؟ والله اشتغلت مع الشركه الفلانيه. زين المطعم الفلاني، والله اشتغلت مع البراند. خاصه اذا كانت مطاعم اتكلم مو محليه. في براندات عالميه في، والبنات يعني بيني وبينك اغلب البنات اللي بالسوشيال ميديا، لان بحكم ان البنات اقوى من الرجال طبعا اغلبيتهم اشتغلوا مع براندات عالميه يعني. هذا السي في ترى عود مو. واكبر دليل كما شفتي اغلب الممثلين اتجهوا حق السوشيال ميديا، واللاعبين الكره القدم اتجهوا حق السوشيال ميديا، واللي يعني عنده مثلا محتوى ولا اللي ما عنده محتوى قاعد يعني يروح السوشيال ميديا، والكل يبي يصير مشهور. فبالعكس هو في سي في وفي شيء زين. بس مو الكل انه يقدر يوصل حق شركات كبيره. يعني مثلا انا نتحكى يعني اقول لك شيء، شنو مشكله الحرب على نهى انها قادره توصل؟
انا اشوفه منطقي. لبراندات عالميه بباريس وبلندن وبامريكا وفي غيرها ما قدر يوصل. في ناس حدهم يعني اسواق شعبيه. اعطيني ناس، اعطيني احد يعني هذا الكلام اللي انا اسمعه مثلا عنها ولا ان كانت نو، اعطيني بيت ما كبر وياهم من الصغر. وايد بيوت فاليوم يعني اسمها شايلها. خلت إيه بس هي الناس هي كبرت من التسلسل اللي هي صعدت فيه. نهى إذا بي بتكلم عن نهى، أنا دائما أقول نهى هي مخرجة وهي مصورة وهي معدة وهي مقدمة، كلها قاعد تسويه بالسناب. هذا ما ترى السناب وايد صعب والله العظيم، مو سهل، مو سهل إني أفتح الكاميرا اليوم وأطرح موضوع معين، مزاج ومود، ويمكن أنت دخلتي المجال وشايفة يعني مو كل يوم إيش مزاج إنك تدخلين وتتكلمين وتسولفين وتنظرين وتقولين موضوع. فهمتي قصدي؟ فتخيلي لما تكونين انت متشعبه يعني تسوين كاركتر، بعدين يوم ثاني تسوين محتوى حلو، بعدين يوم تغطين تغطيه جميله، بعدين تتكلمين على الميك اب، ترى مو تعب تعب تعب، مو شيء هين يعني. فشيء ارضاء الناس غايه لا تدرك ناصر. اكيد اكيد خالصين منها من زمان هذه. تحس الناس شنو تبي؟ تحس الناس شنو تبي؟ الناس هي نفسها ما تدري شنو تبي. شلون تبيني انا اجاوبك؟ هي نفسها الناس بحد ذاتها ما تعرف شنو تبي. ما زين يعني... بسألك سؤال، سالفة القضية اللي صارت اتهام عدد من المشاهير بغسيل الأموال وهذا، بس حسيت ناصر إن الناس شايلة على المشاهير وايد، خصوصا بين من الواقع. شوفي أمس القبس حطوا خبر اذكروا فيه على موضوع بوتيكات اذا تذكرين. اوكي إيه. وكان رايحين جلسه قبل كم يوم بعد في النيابه. صح يمكن الناس ما يدرون بهالموضوع، حتى مشاهير ترى راحوا وحضروا وحققوا معاهم. اي عشان بوتيكات مي قلت لك انا ذكرتها من قبل وارد اذكرها الحين. المشهور شيلي منه الفلوس كلهم، انا اتكلم كلهم، ها كل المشاهير شيل منهم الفلوس راح تشوفينهم هم افضل ناس، ما راح تلاقين واحد يمكن يكرههم. تبي تقولي لي حسد، تبي تقولي لي سمي اللي تسمينه، بس في شيء بالمنطق يعني. انا هم ما الوم الناس ليش، لان انا ليش؟ اليوم ما يصير اقعد من النوم انا راتبي 1000 والصراحه يعني انا الناس ما الومهم نوعا ما يعني. واشوف والله فلان يهايط مثلا بسياره معينه راح اضايق، راح احس مي احنا بالمجال وتاثرنا. انا اتكلم عن شخصي انا، طبعا تاثرنا طبعا الحمد لله. انا من انا صغير الحمد لله ركبت افضل السيارات، ركبت ولبست احسن لبس، اهلي ما خلوا علي قاصر ولا شيء. مي انا عمري 16 سنه عندي كورفت، 16 سنه عندي كورفت. شلون سكتها اساسا وانت 16 سنه؟ ما المفروض ما عندك اجازه يعني هذا اعتراف ترى ناصر. شطانه كانت بس تخيلي. فالحمد لله شايف خير، بس اكذب عليك اذا قلت لك ما جت لي فتره تاثرت. لا والله تاثرت، ابي معيشتي تصير افضل، ابي معيشتي تصير نفسه. فما بالك اللي عايش على راتبه بس وعنده اقساط وعنده التزامات وعنده ويشوف. فينقسمون هني ناس شنو؟ ينقسمون قسمين، ينقسم قسم انه يحب الخير حق غيره، ما عنده مشكله، مقتنع باللي هو فيه، يقول يبا الله يوفقه هذه رزقه. وفي اللي ما مستحيل يبي يطيح اليوم قبل باكر ويبي النعمه هذه تزول منه. حتى لو ما يديش جيبه شيء، بس خل تزول منه. ما ابي اشوف فلان والله فرحان، هذا نكره، هذا ولا شيء، هذا ما عنده محتوى، هذا واخذي عاد يعني على هالمجرد. زين بس ناصر بقول لك شيء، الناس او شيء في الناس مو مستوعبه ان المبالغ اللي محطوطه في البنوك اللي تم تجميدها حق المشاهير انها مو بذيك الارقام اللي الناس اللي تتوقعها. تم اعلان عنها؟ اي اقول لك انه مو نفس الارقام السجيه. واحد كلامك عدل، الارقام اللي انذكرت ما انا ما ادري من وين، من يمكن نقول حسابات وهميه، ما ادري من اللي قام يصرح، كل واحد قام يقول ملايين، هذا غير صحيح. السوشيال ميديا يطلع فلوس؟ اي نعم يطلع فلوس. السوشيال ميديا يجيب لك سيارات وبيت؟ يجيب لك سيارات وبيت. السوشيال ميديا يجيب لك يخت؟ يجيب لك يخت. يعني انا للحين ما شفت احد سوى شيء قلت اوه تعجيزي، لا والله غسيل اموال، لان في شراكات الناس ما تدري عنها. انت الحين ما تدرين انا شنو املك؟ لا شنو تعرفين عني؟ ما تعرفين شيء.
ما اعرف. يمكن الناس يعرفون انه والله ابو سلوى ملك براند معين بفتره معينه، زين ما وراء الكواليس كم شراكه عندي انا، كم شغل عندي، كم، فما بالك على المشاهير اللي قبلي واللي قبلي واللي قبلي، ولا مثلا اللي عندهم متابعين اكثر مني، شنو يملكون هذول؟ ما تدري. في قصه واحد من المشاهير وايد انذكر عليه غسي، والله العظيم يا مي، قصه واحده بس انا اعرفها، قصه بس جزء من القصه، انه صار خلاف، راح سوى اعلان حق دوله، في دوله ثانيه زعلت وقفوا عنا شغل، الدوله هذه عوضتها، خذ الايميلات دزهم حق الدوله، قال لهم يبا انت وقفتوا رزقي، عوضوا ما يقل عن 2 مليون كويتي تعويض. اوكي الناس هذه تعرف عنها شيء؟ زين انا اذا دوله عوضتني على شغل انا وقف بدوله ثانيه وقف لي، زين انا مو برصيد الحين 2 مليون، 2 مليون شو اسوي فيهم؟ مي ما اشتري بيت، ما اشتري سياره، اشتري بس يعني انا اقول لك اشتري، ما البس احسن الماركات، ما بس هذه مساله بسيطه. بس انا اقول لك شيء ناصر، الناس مثلا بسبب الحين صارت اللجه مالت غسيل الاموال، في ناس متهمين يعني اكيد ظلم، وفي ناس فعلا سووها. اوكي احنا نقول انا اقول انا اقول في علامات استفهام، مي في علامات استفهام. انا لليوم اقول لك اسمين علامات استفهام، علامات تعجب بصراحه. انا اقول ثلاث اربعة، انا اقول ثلاث اربعة والباقي متهمين. في علامات استفهام بس انت ما تفهمين بالقانون المتهم شنو، بريء الى ان تثبت ادانته بس. فانا المقصد الكلام اللي صار مثلا اذا كانوا ينسبون ولا ينقذون، انا ما تقبلته والله العظيم يا مي. شفتي اذا في احد قاعد يشتغل بالغسيل، غسيل اموال او مثلا شبهات او اي شيء، انا كناصر وانت كمي، انا اتكلم اللي بالمجال الحين، ها بنفس أوكي. المجال لصالحنا ان هذول الناس اول ناس تنتل عشان نخلص، عشان نخلص عشان نخلص والسوق يرد ينتعش ترى. اكون وياك واقعي، انا السوق الحين مكسور ناصر، السوق الحين مكسور، السالفه السوق تغير، سوق الاعلانات تغير. انا ما ادري اذا هم عليهم شيء ولا لا، ولكن اذا في فلوس قاعد تنضخ هذا قاعد ياثر على السوق. ليش؟ لان مي مثلا على سبيل المثال، مي محشوم ان شاء الله على الامور هذه، ولكن نقول مي لها شخص اعطاها 10,000، هذه ال 10,000 جت لها كذي باعلان ولا بدون اعلان، ومي قاعد تسوي اعلانات ببلاش حق الناس، تمشي وتسوي اعلان حق هذا وتسوي اعلان حق هذا وتسوي اعلان. انت قاعد تحفزين على منو؟ تقعد تفسير على ناس ثانية طبعا، على غير جايتك من مصدر ثاني يعني. اي طبعا لو كان هذا الشيء موجود، انا والله العظيم انا واحد من الناس اللي اتمنى اليوم قبل باكر انه يتم محاسبتهم. بس تصدق الناس طالع رفاهية المشهور شلون؟ ناصر في ناس طالع رفاهية المشهور، يعني مثلا مو راضين يقتنعون انه مثلا نهى الى هذه اللحظة ما عندها بيت، وانت لما الحين قاعد ببيت أجار، أوكي؟ وإن عقيل وفرح مأجرين بيت، يعني مو مصدقين، لا عندهم ما أدري شنو شارين في المكان الفلاني. إن على بيت نهى يعني خاصة، ولا تقصدين على مثلاً بعد باقي؟ يعني مثلاً مو مصدقين، هذا عندهم فلوس معقولة ما عندهم بيت؟ بلا أنا أقول لك، لا أنا واحدة من البنات توه استالفة، سألتها بتغير بيتها. سألتها قلت لها انت ليش ما خذيتي بيت والبيت اللي بتاجره وايد غالي؟ قالت لي مبلغ، قلت لها وايد غالي ليش ما خذيت؟ تقول والله توني جايه بشتري بيت. صارت السالفه مثلا انحجر على اموالي ولا تم الحجز على اموالي. بعض المشاهير بحكم انهم هم يمكن مي مو كويتيين ما يبي يشترون، بين وبينك ما يقدرون يشترون، مي ما ودي ادخل في تفاصيلها. لا والله ميت، تبين الصدق عندهم فلوس انه يشترون، بس ترى يدرون شلون يشتري. في زيجات رضيتي ام هذا، انا اشوفها من وجهه نظري انها مبنيه على مصلحه، فممكن هذا الزواج مبني على مصلحه، احنا ندري فتره مؤقته ممكن ينتهي، اشتري بيت باكر ادش قضايا ومساله وتعال وبيت من يبا سوري، كم اجار البيت يعني؟ انت قولي لي كم اجار البيت؟ كم 1500 يبا 2000 دينار يبا اطلعهم باعلاني، فهمتي قصدي؟ والكاش يخليه عندي، باكر لا قدر الله صار خلاف، صار شيء، ها كل واحد فلوسه عنده، ما يودش قضيه بعد بالبيت. ناصر تؤمن ان في ناس متزوجين لو خلصت السوشيال ميديا يطلقون؟ وانا اتوقع الصراحه، اتوقع نسبه كبيره راح يطلقون، وايد
وايد وايد اتوقع زواجات مصلحه صح، يمكن 80% اتوقع منهم راح ينفصلون. 80% اتوقع والله، 80% حتى لو عندهم عيال صح. عاد شوفي شنو راح يصير هنا. يلا الله، احنا ما ودنا والله، انا ما ودي ان هالشيء يصير، بس اتوقع يعني هذا توقعي والله. يعني انا يمكن بحكم اني خالتهم قعدت وياهم اسمع هني اسمع هنا، ما ادري احس ان يعني ما الكلام ما ما, ما يعني ما, ما ودي اسولف عن احد غيري، بس ما اعتقد ان راح تستمر. اذا تبيني اجاوبك ما اعتقد، لا يمكن يمكن زواج زواجين يمكن يستمر 3 أو 5 بالميت. وايد انت وايد اعطيت نسبه عاليه 5، لا انا ما اتوقع، يمكن انا ممكن اقل، يمكن انا 1-2 اتوقع. تقول لي قاعد ابالغ، عرفتي انا هذا قصدي، ما بالناس تفهمني انا يعني قاعد ابالغ ان كلهم ولا 3/4 ولا. تعتقد ناصر الناس مصدقه قصص الحب والاشياء اللي قاعد تنبخ بالسوشيال ميديا بالبدايه؟ بالبدايه السوشيال ميديا، بس اتوقع الحين يعني اللي تابع احس والله ما يعني اذكى مني ومنك، ما تطوف عليه. شوفي بالبدايه مبلا الناس يعني يمكن انجرفت، او كيوت واو نايس شكلهم لابق شكلهم، بس الحين ما اعتقد. وصدقيني كل كابلز يمكن يطلع يعني قاعد تشوفين حتى يعني قاعد يستذبح ويسوي النون وما يعلمون على اساس يحاول يبرز صورته. بالبدايه كان شيء بسيط، وللاسف يعني كل من راح يطلع كابلز راح تشوفين يمكن يتمادون بزياده عن اللي قبل بزياده عن اللي قبل. زين ناصر ايش رايك في الحركه مالت الفتره الاخيره ان 2 متزوجين مره واحده يقرروا انه يسوون فيلم، يسوون حق بعض، كل واحد يسوي انفولو حق الثاني، وانه في مشكله ويشيلون صورهم او يحطونها خاص جميلة. وبعدين ايش رايك بالافلام هذه؟ هذا السؤال الحيط، هذا سؤال الحيط، انت الحين تخليني اتعامل الحيط. والله ما هي... شوفي مواقف مثل هذه حصلت حصلت، بس ما تبيني اكلمك بالصدق؟ اتكلم صدق صدق صدق. انا ادري انه كان صدق في زعل. اذا انت قاعد تكلمين على اشخاص مثلا انا بمخي الحين ادري انه كان صح زعل صحيح في خلاف، بس الزعل ما كان مستاهل، يعني كان موضوع على حسب علمي انه موضوع. بس بسالك سؤال ناصر، ناصر وين راح وصل؟ ما الحين انت عندك خلاف ويا زوجتك، حلو ماشي، هل يعقل انت عندك خلاف ويا زوجتك، زوجتك يكون عندها تحقيق في النيابه انت ما تروحها تتركها للساعه 2:30 الفجر؟ مي اذا بجاوبك راح اجاوبك، جاوب. بس انا شوف انا ما لازم. ودي اجاوب لان انا شوف انا راح اتكلم بالحق للامانه، يعني تكلم بالحق. اي اوكي شوفي مي، انا احنا قاعد نتكلم يمكن عن كابلز الناس فاهمه، انا ولا ودي اني اذكر اساميهم لان انا انقطع علي كلمه يعني وجرحتني وايد ضايقتني انك انت تدور متابعين من ورانا، انا مت من الضحك يعني، فانا عشان كذا حتى ما ودي اجيب سيرتهم. شوفي مي، نعم انا يوم كنت موجود ما كان موجود الطرف الثاني، ولكن رده الرجل رده علي ان انا كنت موجود وكنت واقف برا بس انا ما دخلت. مي انا ما شوف حتى لو ما وصل انا ما كنت الومه، ليش؟ لان الصراحه الوضع كان يخرب بحكم انه هو مو كويتي، بحكم ان هذا الشخص مو كويتي ما الومه، الوضع يخرب يعني انا ترى داخل بحكم ان اهلي موجودين. زين مو زوجتي مو كويتيه، هم وضعها سيء بس داخل بس يعني. بناء على شنو؟ بناء على تحقيق مستدعينها. انا وضعي مو كويتي، داش اسمع لي كلمه واحد مثلا يقطع علي حشوه ولا اطلع برا ولا الوضع يعني للامانه الوضع كان فيه ترى علامه تعجب، علامه يعني وضع غامض يعني صدق ترى ما كنا نعرف شيء، ياخذونهم يصعدونهم فوق احنا قاعدين تحت مثلا بالرسب، الوضع يعني مو المعتاد يعني انا دخلت أوكي. دخلت شفت بس الوضع ما كان نفس المعتاد اللي احنا نشوفه. شنو المعتاد انت تتوقع؟ معتاد ما تحقيق محقق تدش عليه ماكو شيء يعني اهلك ينطرون يعني، بس هالمره مجموعه التحقيق صار على مجموعه مي وعلى فترات من الصبح ظهر عصر مغرب ليل ليل والكل موجود وما حد تحرك، اللي موجود فتره الصبح ضل موجود ل 10 بالليل. الوضع قاعد اقول لك يعني انا ما اني عارف اعبر اقول لك شلون صار الوضع، ولكن هذا اللي حصل. الكلام اللي وصلني ان انا كنت واقف برا زوج فلان هذا يقول انا كنت موجود برا
انا ما شفت صراحه جدا. وانا يمكن حتى يوم تكلمت والله العظيم يا مي اني تكلمت من باب غشمره وضحك، وما كنت اقصد اساءه لا مثلا حقها ولا حقه ولا حق اي احد، وطلعت واعتذرت. وانا للامانه شوفي انا ندمان على الاعتذار اللي انا اعتذرت. ليش اعتذرت مع ان انت مو غلطان؟ انا شوفي انا اعتذرت لانه شوفي مي انا ممكن لو انا بالموقف هذا ما كنت راح ارضى ان احد يدخل بحياتي بهالطريقه، بس انا اتصلت. الشيء اللي انت يمكن ما تعرفينه والناس تعرف، انا اتصلت، انا اتصلت على الطرفين قبل لا اطلع واتكلم مثلا. والله العظيم يا مين عبالي الموضوع غشمره وضحك، انا ما كنت ادري انه في شيء يعني صدق، يعني صدق انا ما كنت ادري انه في شيء. فانا يعني دقيت انه بحكم اني بعرف صدق زعلانين ولا ترى انا قاعد اتغشمر بالسناب، اكمل اوقف؟ فما ابي اكمل الموضوع بعد مكالمتي، شفت طلعوا وتكلموا فكبرت عيل، قلت خل اعتذر. واعتذرت وندمت على الاعتذار لان قلت لك في ناس ما يستاهلون. والله العظيم انا ما اقصد لي سائمي، بس في ناس ساعات يكون ما لهم قيمه. انت لما تعتذر لهم تعطيهم قيمه، انت تسوي لهم قيمه بنفسك، بعدين هم يعني يشوف نفسه عليك. فانا عشان كذي يمكن ندمت على الاعتذار، بس يعني أوكي. سوري يعني هم بعمر اخواني الصغار، لما انا اطلع اعتذر ولا اشوف حتى كلمه انه والله يلا عفى الله عما سلف، كلمه حلوه كلمه، بادرت انا ما كابرت، رغم اني انا متاكد اني انا مو غلطان يعني، لاني انا اتصلت ورفعت سماعه وقلت له حاضر، ويوم دق علي زعلان قلت له ما يصير خاطري كله طيب، انا يمكن اخطات اصلح غلطي. بس انك تطلع كذي وكأنك تقلب الطاوله علي، لا ما ادور متابعين انا لا من وراك ولا يعني ما احتاج. انا لو ادور متابعين كان كل يوم اترزز ويا نهى نبيل، كل يوم سيلفي ويا نهى نبيل، كل يوم طيب الحين صرتوا جيران، كل يوم اسوي خلاص فريجه، الحين صار بعد فريجه هني يعني، كل يوم اروح حديقتهم اطلع وسيلفي واسوي محتوى وضحك وقطات وها، ومو اسيطر على السوشيال ميديا عاد صدق يعني ما سويت هالشيء انا. فهذا ردي يعني حق الناس اللي تقول ان انا يعني ادور متابعين من وراء فلان، يضحكوني والله العظيم يضحكوني. شنو انت شنو الشيء اللي تقول له خلاص انا ما اسكت عنه؟ اهلي، ما احب احد يقرب صوتي، ما احب احد ما احب احد يضايق اهلي. اثنين شوفي ما احب احد يضايق اهلي، ما احب احد يضايقني برزقتي اذا انا قاعد استرزق بطريقه صحيحه ومو ضارت ومو ضارت. انا هذه بالفتره الاخيره ما قاعد ضايقني يعني للامانه، يعني خلاص انا بلشت قاعد اشتغل، قاعد اسوي لي شركه، قاعد اسس، هذا شيء مو طبيعي. ممكن تشوفين اللي قريب يأديك اكثر من اللي بعيد حتى ساعات، فقاعد اتضايق يعني قاعد اتضايق. تعال لي سيده اليوم الموقف اللي صار مع واحده، والله قلت لها هي فاهمه الموضوع يعني فاهمه بس في سوء فهم، فتخيلي بسبب سوء الفهم رايحه بتضرني. زين ليش ما اتصلتي علي؟ دقي علي وبقولي لي انا مثلا الموضوع 1 2 3، ليش ما اتصلتي علي؟ لا انا فهموني 1 2 3، شلون يعني اي واحد يعبي راسي اروح اتكلم؟ مو لازم اسمع الطرف الثاني، مو لازم طبعا يعني. مي هذه ثقافه ورب الكعبه يعني وايد ناس غافله عنها، بس هاي المشكله يعني. زين شنو كان وضعك لما رحت النيابه؟ لانك ما رضيت ان نهى تروح بروحها او مع زوجها يروحون النيابه، فزعت ورحت. ايش رايك شنو كان وضعك لما شفت مشهورات او مشاهير كانوا غلطانين عليك، غلطوا عليك بالكلام في فيديوهات؟ شاورما وطاح الحطب. ها؟ كسرت عينهم بشاورما، جبت لهم شاورما وطاح الحطب. بس يعني اشتريتهم بالشاورما ناصر؟ والله العظيم شوف بقول لك شغله، يمكن شفتي موضوع الشاورما، ويمكن انت تدرين، يمكن حتى حليمه اي بتكلم عن حليمه. شوفي حليمه على كثر قبلها انا بكم يوم، يمكن اكثر واحده كنت انا كان مفترض اني انتقدها على تصرفات ايه كانت تسويها بالسوشيال ميديا، بس كنت اسكت. شوفي حتى حليمه ما اعرفها شخصيا ولا تعرفني شخصيا، يمكن بس تعرف ان هذا ابو سلوى، وانا اعرف ان هذه حليمه بولند. طلعت وشكرتني فالمقصد او مي افضل لحظه انا باعتقادي افضل لحظه للانتقام لما يكون عدوك فيها ضعيف، ما تنتقمين منه انك تطقينه، تنتقمين منه انك تكسرين عينه وبتطيب. بالطيب طبعا. فهمتي قصدي؟ يعني انا اليوم ما انطر مي وهي بعز جبروتها ويي بالطيب ابكسبها. لا انا انطرت بلحظه ضعفك وراح اجيك بالطيب اكسر عينك،
اسوي وياك موقف طيب احرجك فيه. انا يعني اعتقد هذا اللي سويته، يعني انا كان هذا تفكير عيال عيال الناس ناصر، بس لازم تؤمن انه مو الكل اللي في السوشيال ميديا عيال ناس. المفروض انها تكون بديهيات، حتى لو ما بقول لك شيء ما تربين عليه، ترى مي والله العظيم شوفي مو تفلسف، الحمد لله كلنا متربين ببيوتنا، بس انا ترى على فكره انا الشارع وايد رباني، انا من انا صغير بالشوارع مشاكل وهذا، تعلمت مواقف الدنيا هي علمتني. منو علمك المرجله؟ الحمد لله اكيد الوالد واخواني والناس بس الشارع لا فضل كبير هم علي مي. شلون؟ وضح لي شلون الشارع لا فضل عليك؟ فهمني. انا اقول لك لو انا بصغري وايد دخلت مشاكل مي وايد، انا ترى الانسان اللي قاعد تكلمينه مو هو قبل 10 سنوات ولا هو قبل 15 سنه، مشاكل 24 ساعه مشاكل. انا يعني مش اقول لك، انا تبيني اذكر لك قصه؟ مثلا انا كان عمري 10 سنين يدزوني على شباب كبار، والله العظيم ما يشوفه يعني يدزوني على شباب كبار يقول لي روح طق اطرق. ليش؟ بس عشان اذا هذا ما يشوف نفسه عليك هذا. فهمت يعني المشاكل؟ يعني انت الصغير، فانت يعني هذا اقل واحد معانا بلتكف. فيعني الفكره المقصد مي التجارب علمتني، المواقف علمتني. اليوم احنا ممكن كورونا يبقى صار لها سنه صح ولا لا؟ صار لها سنه شهر 12، احنا شهر بدايه سنه كامله 2020. انا باعتقادي اذا ما في انسان تعلم خلال هالسنه شيء، خاصه سنه 2020، انا اقول له يروح يموت وايد احسن. 2020 انت شو استفدت منها 2020؟ شنو استفدت؟ اني ما جامل. اوكي. إن اهلي فوق كل شيء. وبيتي زوجتي وعيالي ابدا من اي احد ثاني. وايد وايد اشياء، وايد اشياء مي طقينا وانكسرنا، تبينها تجاريا، تبينها عائليا، تبينها اجتماعيا، تبينها، كلنا مرينا بظروف. فانا عندي على كثر ما ان الناس تتحلطم على سنه 2020، انا اشوف انها وايد علمتنا. يكفي المجاملات هذه الاجتماعيه للامانه، العروس والتوجيب والامور هذه اختفت. انا بالنسبه لي انا من قبل الامانه كان عندي شوي ودي يعني اطلع اقول شغل، يعني اليوم انا ما يعقل اني عندي شغل والشغل هذا فيه رزقه حق عيالي. لازم احضر عرس. صح التوجيب حلو. بس احنا صار بمجتمعنا انه اجباري اني احضر هذا الشيء. زين الحين شنو الاولى؟ رزقه عيالي اني اروح اركب حق رزقه عيالي، ولا اني اقعد اجامل هذا وباكر عرس فلان وعقب باكر عشاء فلان وعقب واللي عقبه والله عش فلان وهذا ما ياكل عيالك. ما بالضبط ما ياكل العيال. فانا كنت مقصر للامانه، وايد مقصر بالعلاقات الاجتماعيه، في ناس تزعل مني وتضايق. فالكورونا انا عندي انه يعني انهت هالشيء للامانه، خلتني شوي مرتاح، يعني تنسمت سنه كامله. ناصر بقول لك سؤال. زين انت شفت او صادفت مشاهير في حياتك من وراء التليفون اسد يلعلع، وليه شافك وهو غلطان عليك بالسوشيال ميديا يمشي على جنب جي يم الطوفه كنا تيمون؟ انت ليش مصره تدعميني الطوفه؟ وايد مي وايد. شوفي انا قلت لك انت يمكن تعرفين عني وايد. ناصر انت تمد ايدك مع الشباب بس اسالك سؤال، تمد ايدك؟ تمد ايدك؟ لا والله مع المحترم مي. واذا واحد قليلين الادب وايد. ما في انسان قليل شر، وانا قلت حق واحد يمكن عزيز علي، قلت له لا تعتقد ان اي واحد بالسوشيال ميديا سواء كان كويتي ولا غير كويتي انه قليل شر. كلنا عندنا ناس، كلنا عندنا ظهر، حتى هذول. انا مي ما الحمد لله ولا مره حاشني هالموقف، ويا رب انه ما يحوشني او اني ما اضطر. انا مع اي خلاف مع الريايل، يعني اتكلم على الشباب، انا كنت كلمه واحده دائما اقولها، شنو هي؟ الكلام اللي انت قلته بالتليفون اذا شفتني وجها لوجه هل تقدر تقوله ولا ما تقدر تقوله؟ بس ما في ناس. فانا لما كنت اتلاقى وياهم اقول له هذا انا ناصر ربيع ابو سلوى قدامك، لو سمحت قول الكلام اللي انت قلته. ما يعتذر لي مثلا والله العظيم وصار، ولا انت فاهم الموضوع غلط انت. فيعني احنا ما نوصل لمرحله المد ايد، يعني اذا الانسان قدامي محترم بالعكس انا اعتذر منه بعد خلاص. يبقى الويل ويل ابيض. انا بالنسبه لي شنو دوري؟ واجهت بس. ناصر شنو اللي يطيح محترم غير محترم؟
شنو اللي يطيح قيمة الإنسان؟ شنو اللي يطيح قيمة الإنسان بنظرك؟ والله وايد أشياء من كثر ما هي وايد ما أقدر أذكرها. لا تتنازل يعني، يعني إذا لك حق لا تتنازل عنه بالسهل. إذا شيء يطيح قيمة إنسان نقدر نقول ما، والله العظيم من كثر الأشياء هذه ما، والله العظيم ما أعرف أجاوب عنها. يعني وايد أشياء تطيح قيمة الإنسان. اللي زين ناصر، أنت طيب ولا على نياتك؟ اختار. ما أدري أنت قولي شو تشوفين. أنا لا، أنا أشوفك نص كذي ونص كذي، يعني مرات حسب تكون المواقف. نص طيب أوكي. شوفي أنا مع الأهل طيب وعني مع الأهل، مع الناس طيب إنزين، بس بس أسألك مو سؤال. على نياتي، بس طيب يعني أدري شنو يحصل بس أعاملهم بالطيب. بس ما ينرفزك في السوشيال ميديا لما ريال يلعلع أو يهاجم مرة؟ يعني أول دائما إحنا نقول يعني أنا ريال ما أتلاصم مع مرة. شفنا اليوم في مشاهير بالسوشيال ميديا يجادحون المرة، والله أنت عندك، والله أنت سويتي، والله أنت رحتي، وإذا أنت طلعت دافعت. في منهم قالوا عني بودي جارد. في انا دائما اقول مي، انا بودي قاعد جارد، ارفع وفي اسامي ناس قالوا عنك صبيكم، ترى. وهذه على فكره كلمة مي طبعا صدقين جارحة. ان، ترى على فكره شفتي هذه كلمه الصبي، هي ما انقالت ترى لي انا، والله العظيم هي ما انقالت لي، بس انا لبست الثوب هذا على اساس ما اضايق ناس ثانيه. هي ترى ما لبست انقالت لي ثوب ولا انا كنت ثوب مبسوط فيها اصلا. وارجع اوكي. واقول لك، لو انا الكلمه ليش ما زعلتني، ليش انا لبست الثوب؟ لان انا اشوف لو انا صبي عند اهلي اشرف من لما اجيب واحد من برا يكون صبي حقهم. انا ليش ريال البيت؟ افتخر اني اكون صبي عند مثلا مرتي ولا عند اهلي، اتشرف. اذا انتم تشوفون الدفاع عن الاهل والحميه عن الاهل ولا اللي يتكلم عن الحق صبي، هذا منظور عاد هذا ينعكس على تربيته. فهمتي قصدي؟ في شوفي مي السوشيال ميديا الواثق من في، نفسه، والله مي الواثق من نفسه ما يضر الكلام. اليوم انا لا لما الواثق اجي من انا نفسه ما ريال، يهمه الكلام، لو خليه انا يقولون من اجي اليمين انا الباكر مقتنع، انا عارف شنو نفسي. اي لما انا اكون مقتنع، مقتنع بنفسي ومقتنع بمرجلتي ومقتنع بوضعي ومقتنع بمواقفي، شنو بيضرني؟ اسف يعني اذا كلب قط علي كلمه ما يضرني شيء، ما يعرفني هو، ما ايه يعرف بس عن حياتي يمكن 10% حتى. خلي يسولف، في خلي ناس ناس قعدوا فترة ناصر يقولون احنا ما نعرف نقط كلمة على نهى نبيل الا ناصر صح يطلع لنا، صح اي نعم. وراح اظل كذي يعني، راح اظل على هالموال ان شاء الله انه ما عشان هي يطول من، خالة لان انا عيالك. تعبت. بس خليني اقول لك شغله. مي انا قلت لك نشات ببيئه ما ارضى البنت تطلع وتلعلع، ما اتقبل البنت عيب. اللي لسانها طويل، ما اتقبل المراه اللي مثلا تداحر ولا هذا، ومو بناء على نقد ولا بناء على وظيفه معينه ولا على على ولا شيء. انا قلت لك حصل لي، ما ادري قلت لك ولا لا، حصل لي موقف مع احد الاخوان، ف قال لي يعني كانت مشكله بين حريم، قال لي اطلع برا اوكي. الموضوع. قلت لا انا ما اطلع برا الموضوع، لان اليوم انا اللي اعرفه اذا امي تزاعلت ويا الشغاله انا اقول حريم كيفهم. ليش؟ لان داخل البيت، داخل السور ما حد يعرف. صح. لما مرتي تتزاعل مثلا مع والدتي، تتزاعل مثلا مع اختي، تتزاعل اقول حريم راسي يكفخهم، مالي شغل انا. بس لما تكون مره من الشارع وتبي انا زوجتي مثلا تطلع وترد عليها وهذه ترد، لا احنا ما احنا طماشه حق الناس، فانا ما صح. اتقبل. فانا شنو اقول هني؟ اقول اذا في رجل يعني من صوبكم خليه يقعد ويانا، واذا لكم حق احنا نعتذر، واذا يعني احاول احل المساله من هالناحيه. ناصر هذا لما منطقي يقول وهذا لك، منظوري. ولما يرد عليك يقول لك انا ما اقدر على مرتي، شو ترد بعد شو عليه؟ اسوي؟ انا اسف فلان، صارت وياي والله مي صراحه صارت وياي، بس انا لا تلومني يا عيل، لان انا ما راح اخلي اهلي، لانك انت يعني اذا انت ما تقدر على مرتك ما راح اخلي زوجتي تطلع. شلون يعني؟ يقول انت ما تقدر على مرتك اخلي زوجتي انا ترد؟ لا، زوجتي تقعد انا راح ارد على مرتك. انت مو يعني قادر عليها معناه خلاص، فانا لا حول ولا قوه. ها؟ في مشاهير ما يقدرون على زوجاتهم المشهورات، انه ما اقدر عليها. واقع مي ما انا والله. شوفي في ناس تكسر خاطري للامانه، يعني ادري انه يمكن هم مو صوب المشاكل، ينجرون هني هناك. في بعض البنات
ما ادري يعني هل مي السوشيال ميديا مو واضح شوي، ما ادري يعني هم البنات داوي ولا بعض يعبون راس بعض، سوداوي ولا وردي عالم السوشيال ميديا؟ سوداوي ولا وردي؟ لا والله سوداوي صراحة بشكل عام. سوداوي اذا حبوا بعض لا والله يصير احلى منه ما في. اصلا بقول لك شغله مي، شفتي المشاكل اللي تصير بالسوشيال ميديا؟ فلان وفلان فلان ويا فلان وهذا، شفتي الاشياء هذه تقصر من عمر السوشيال ميديا الافتراضي. شلون يعني شلون فهمني؟ خلنا نفرض ابتدينا بالسوشيال ميديا 2014، انا اتكلم عن سناب شات مثلا، انطلقنا منه 2014. المفروض ان عمر السناب شات الافتراضي ويا المتابعين ملوتنا يقعدنا 15 سنه 20 سنه، الناس تحبنا ووضعنا هذا اذا الامور تمام. بس اذا الامور مش تمام وصارت مشاكل وفيك اكاونت وايد وطقني وطقك وحرب ولويا وفضايح وقيل وقال، العمر هذا يقل لا ممكن 10 سنين 12 سنه. أوكي. ليش؟ لان الناس خلاص بتمل. انت الناس شنو تبي؟ ليش تتابعنا؟ الناس تتابعني مثلا ولا تتابعك ولا تتابع فلان، فيها فضول، تبي الشيء المتجدد. اوكي، اذا احنا حرقنا كل شيء اعطينا كل اللي عندنا يعني الوضع سريع صاير. طلع ابو سلوى الحين، انا طلعت وياك لايف، يمكن بعد شوي اكاونت يطلع هوب فضيحه ابو سلوى هوب واخذي كل شيء بسرعه قاعد يصير. وقيسيها على فلانه وعلى انتانه وعلى انتانه وعلى انتانه، هذا اللي قاعد يحصل. فعمر السوشيال ميديا قاعد يقل، بس ها السوشيال ميديا ما راح ينتهي، انا اظل ارجع واقول لا رب بيستمر بس البرنامج هو اللي يفرق. بالضبط، راح يكون برنامج ثاني ممكن، بس سالفه ان المشاهير ينتهون انا ما اعتقد. انزين، وهذا يعني وفق دراسات يعني مو كلام من مخباتي يعني. انزين خلينا نتحكي عن الحين، تحكينا عن نقطه وايد مهمه، البروفايلات الوهميه اللي الناس تتابعها، كلها فضايح وكلها لويا وكلها ما شنو وهذا، وراها فاشينيستات من تحت لتحت ناصر يدعمون. والله هو احنا لا نركز كله فاشينيستات، ممكن حتى في شباب يعني. هي شوف اي مي اتوقع فيه يعني انا مي في حسابات، بس شلون ليش احنا اليوم اللي تبقيسينها على سياسيا ها اليوم ما في اكاونتات اخباريه تلمع حق وزير الفلاني وطق الوزير الفلاني وطق الناس. نفس الشيء بالسوشيال ميديا، اللي يدفع بيتلمع صورته واللي ما يدفع بينداس عليه. نفس الوضع، نفس اللي قاعد يصير بالسياسه قاعد يصير بالسوشيال ميديا. رزقه اكتشفوها الاكاونتات الوهميه قبل، يفكر شلون اطلع فلوس. انا ما اقدر اطلع فلوس، لا عندي بياناتي لا حاط صورتي لا طالع بهذا، شلون اطلع فلوس انا؟ هذه الطريقه، تعال يبا ادفع. ما تبي تدفع اوكي راح ادوسك. انت بتدفع ولا اي والله مثلا هدايا يمكن فلوس ما ادري عاد شنو اللي بين تنطق. لا وفي بروفايلات انا اقول لك اذا تحكيت عن شخص خلاص يشتغلون عليك، هو الشخص هذا اللي يدفع لهم. معذبهم شلون من تحت لتحت. في بروفايلات شخص يعني يكون مثل وسيط يعني تقصدين؟ تلاقي هو اللي يصرف عليهم. لو انت او انا جينا وتكلمنا عنه خلاص جاب لنا هذا البروفايل الوهمي، لان انت دست على ذيل معزبه اللي يدفع. يعني مثلا تبينا انت حكيت امانه، انت اقتنعتي بالمثل مال السياسه ولا لا؟ امبلى نفسه، بس انا ما شفت فلوس. اي بس يعني اليوم لما يكون في سياسي قاعد يضخ واحد فلوس، فيك خير قربيه من السياسي هذا. اي بس انا اقول لك اياها، مهما كان في ناصر مو نفس المشاهير. البروفايلات الوهميه اللي تسب المشاهير يسبون بالعرض وبالام. انا بعد شو تسوي؟ بعد لا حول ولا قوه. عاد هني شنو الواحد يقول يا مي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا عن نفسي يا مي، انا ما عمري قلتها اقسم بالله ما شفت حقي نوخذ على داير ملي بالدنيا قبل الاخر. الحمد لله. شوفي وانت يمكن انا يمكن قلت لك هالجمله، قلت لك انا ليش مي؟ يمكن طفيت مخي خلاص، عرفت والله انا وصلت قناعه، عرفت الحل. شيء ضايقني ادري ان انا على حق، ليش اسوي شوشره وتعال رد على لا لا لا، صلي صلاتي حسبي الله ونعم الوكيل وانتهى الموضوع.
باخذ حقي لي، حق ربي بياخذه لي بالدنيا، وهذا اللي قاعد يصير. انا وياه قاعد اتكلم، انا حقوقي كلها قاعد اشوفها تصفت بالدنيا الحمد لله، ولا تشمت على حق ولا يكفيني ان حقي اخذ بس. زين ناصر، السوشيال ميديا خدتك من جو الاعلام والتقديم وال إيه؟ حلمك الاعلامي. تبين الصدق، انا شوي كرهت التقديم، مو كرهت ابي. ليش؟ بتتكلميني على دوام الوزاره ولا الخاص؟ لا انت يعني انت حتى شلون يعني، انت حتى لما تعرفت على نصك الثاني نوف، تعرفت عن طريق وزاره الاعلام، التقيته وسويته برامج، يعني كان حبكم اعلامي. صح، بس اليوم شوفي اشتاق للامانه، وايد اشتاق حق المايك، وايد اشتاق حق التقديم، وايد. بس يمكن انا ما قلت اتجهت اتجاه ثاني، اللي هو شنو؟ اني اكون نفسي بطريقه ثانيه. انا عندي قناعه ان معاشك اذا بتضل على معاشك ما راح توصل حق الطموح اللي انت تبيه. بس صح، انا من قبل ترى عندي التوجه هذا، يعني من قبل لا ادخل وزاره الاعلام، من قبل لا الحمد لله دشيت التجارات لهني، في اللي صعدني، في اللي خسرني، في اللي، فالتوجه هذا موجود من قبل يعني. فبس بعدين خلاص التفت على شغلي وتجارتي وحلالي، اشوفها افضل يعني من اي شيء ثاني. انت كان توجهك اعلامي ورياضي، كان عندك هذا الاهتمام. وكنت تطلع مرات، كنت تنصح الناس بنصائح ما عن البروتينات، عن الرياضه، عن ما شنو. الحين بطلت ناصر. اي ليش بطلت؟ لانه متعب. مي متعب للامانه. مي في شيء كان يحصل وياي يمكن ما كنت اقدر اقوله، بس بقول لك. اوكي، تخيلي انت لما تتكلمين، اول شيء انا بداياتي كانت رياضه. انا كنت العب منتخب تجديف بالكويت، نادي البحري، والعب رياضه اسمها موت كروس بمنتخب، والعب نادي يعني كروس فيت، ما كروس فيت، نياده رياضه وحديد وامور كذي. فحياتي كانت مبنيه على الرياضه، فافهم، عندي معلومات. واخواني، عندي اخوي يمكن عبد الله الاكبر مني رياضي من الدرجه الاولى، يعني مدرب برايفت يمسك لاعبين وكذي. فالكلام شنو؟ كانت عندي معلومات. فلما ما تجي لي مثلا تقول لي ساعدني، اقول لها والله سوي كذي، اكلي كذي، استعملي البروتين الفلاني، استعملي السبلمنت الفلاني. بدايه دخلتي بالسوشيال ميديا ان اخذ عليها الماخذ. شنو صار هني؟ انا وقتها كنت قاطع رياضه. مي الرياضه تتجدد، في بروتينات جديده تنزل، شركات جديده تنزل. صح. انا ما يصير اجيب العيد بمي. انا الخلفيه اللي عندي الحين شوي قديمه. غير كذي بيني وبينك وايد احراج، يعني السوشيال ميديا نسبه كبيره فيها بنات مو ريايل، واللي كانوا موجودين عندي بنات. فتخيل تجي لي واحده، والله انا خصري، والله انا ظهري، والله انا ابرفع المدري شو، انا شلي بهالليله يعني. فهمتي قصدي؟ قمت احس انه لا لحظه، اوه ستوب، وين رايح انا؟ فبس وقفت الموضوع هذا، وقفته والله، وقفته يعني. قام يضايقني شلي، قام يضايقك عشان تجي وقفت. يعني احس انا مؤتمن على شيء معين، فتخيلي. فانت ما تدرين هذه صدق تبي تغير، هذه تستعبط، هذه ولا قاعد تبي تضبط ولا ماشي تسوي. يمكن بالضبط، يمكن لقد وقعت بالفخ. لقد وقعت بالفخ، هذه كبيره، هذه بالسوشيال ميديا مشكله. بس عشان الحين صار لك كم سنه متزوج ناصر؟ صار لك كم سنه متزوج؟ من 2014، 9/7/2014. ما ادري كم سنه الحين صار لي يعني. الحين صار لك يعني 6 سنوات. اي تقريبا، ان شاء الله ركضت. غير حياتك الزواج؟ ايوه وايد للاحسن. وايد. للاحسن ولا للأحسن. للأحسن. للاحسن للاحسن نفسيا يعني. ما انا مره هذه سوالف شباب، ترى شباب، ترى احنا قاعد ندردش، ها مو لقاء يمكن. لا دردشه. تو بالديوانيه، تو من كم يوم قاعد اسولف ويا الربع بالديوانيه، قلت لهم لو لا قدر الله، متزوجين احنا قاعدين شباب، لو قدر الله مرتك توفت او بعيد الشر طبعا، او تطلقت، ترجع تتزوج؟ انا ليش كان سؤالي هذا؟ لان الحياه الزوجيه ما فيها شيء يعني. انا اليوم ما اتخيل اني ادخل البيت فراشي مو مرتب، ملابسي مو معلقه، اكلي يعني خلاص في لايف ستايل معين عشته، احس صعب اني ما اقدر اعيش من غيره. ما تقدر ترجع زوجي. انا عزابي احس صعب، ما اقدر اتخيل حتى لمجرد تخيل. ف 90% كانت من جوابات الشباب انه لا والله يعني اذا ما قدرت ارجع مثلا ويا مرتي والله الله يرحمها، قلت لاني راح يعني لابد اني اتزوج. فالزواج حلو، بس وين المتعب فيه؟
وين المتعب؟ وين العيال الجزء المتعب يعني؟ المسؤولية. التفكير كرجل، كرجل التفكير. يعني أنا كل يوم والله يا مي أحط راسي على المخدة أي بنام، أفكر أفكر بس المستقبل عيالي. أبي إن شاء الله باكر الواحد ما مو ضامن عمره مي، أنا يمكن أسكر اللايف الحين يصير لي شيء الله أعلم. الأعمار بيطمن عليك لك طول العمر. فأنت شنو بتأمن؟ بتأمن عيالك. تبي إنه من بعد ما ماتك شنو؟ صيت الطيب، ذكر الطيب، حاط لهم بيستين، بيت، حاط لهم أفضل مدارس، حاط بيت، و و و و و الأمور هذه. يعني هذا أتوقع هذا ما في ريال يفترض إنه ما يفكر بهالأشياء هذه. يعني هذه أبسط حقوق نقول العيال والزوج عليك. شنو إحساسك أول لحظة لما شلت فيها سلاوي؟ حسيت إن صرت أب، إن هذا الشيء جزء منك. خنقتني العبرة والله، خنقتني العبرة. يعني أول مو مستوعب، يعني ظليت ترى على فكرة ظليت يمكن والله العظيم مي يمكن 3 أيام 4 أيام 5 أيام أنا مو مستوعب. يعني كل يوم أقعد من النوم مو مستوعب إن أنا عندي ياهل صار. يعني ما شلون أقول لك، بس لا بس شعور طيب. يعني الحمد لله، الحمد لله شعور طيب. فهد شنو غير في حياتك غير السيارات؟ فهد فهد أنا أشوفه كوبي بيست. أنا من أطباع للحين أنا قاعد أشوفه طبايع، أنا رايح موشم. فأنا من الحين أدري هو وين رايح الحين، عارف وين رايح على نهج الوالد. الأبو كان يدعم الطوفة وهو رايح للطوفة بعد يدعم. بس فهد غير وايد أكيد، وايد وايد غير. أنت قاعد تسمعين صوتهم؟ قاعد تشون؟ سلوى قاعد تبكي. سامعته، سامع العصابة. سلوى لازم الفريج، إذا بكت لازم الفريج كله يسمع إن هي قاعد تبكي. عشان يوني يواسونها، لازم يعني. قاعد تبكي شذي بروحها. أكثر أكثر واحدة دلوعة شو اسمه؟ سلوى. سلوى؟ لما الحين جوبي، لما الحين جوبي خاطبها أميرة ولا فلة والخطبة؟ أميرة قوية، سلوى تحب تدلع علينا. يعني للحين تحب إنها تنام عندنا مثلاً. نطبطب عليها، تسوي دراما على اساس بس ادلعها. اميره لا، اميره كلها ما شاء الله عليها، اميره معتمده على نفسها. عزك الله تبدش الحمام. زين سوى لما الحين مخطوبه حق جوبي ولا فليتو؟ لا بس خلاص خلاص. ها لا يبا هذا كلام منهم صغار، هذا والله من يكبر يستحي. هي تستحي تسلم عليه وهو يستحي يسلم عليها. كلها مرينا متعود خانها مع تايلنديه. ما وين راح في تايلند ولانها شبهها فلبينيه ف اضبط. يا برنامجك القسم برنامج حلو بس مو ماخذ حقه في المشاهده. ناصر تعتقد وين المشكله؟ تسويقيا. تسويقيا اقول لك شغله شوي، يعني يمكن ما صرحت فيها شويه. انا يعني صار لي كم يوم الحين زعلان شوفي من ستاف البرنامج، يعني وايد احب المربي. الحين كم حلقه انا سجلت خيلي لا دزولي لا البرومو، مع الحلقات نزلت اوكي، لا دزولي لا البرومو، لا دزولي مثلا مقاطع من التصوير. فانا شنو كلمتهم مره مرتين خلاص، انا ما احب اكرر كلامي وايد. هو تبع الروتين صح؟ اي نزل يبقى خله باليوتيوب وخلاص. يعني انا صراحه يعني ما عادت، مع انه عليه صيت وهم قاعد يقولوا لي انه وضعه زين وفي ناس قاعد تكلمنا عليه، بس هم ما شاء الله لان فتحوا كذا برنامج سياسي فهم تشتتوا والحين موسم فتركيزهم صار وما في ترويج حقه بشكل دراسه انه ترويج حقه. شوف تبين صدق الدراسه موجوده بس هم ما يطبقون صراحه. انا قلت لهم، انا اعطيتهم خطه تسويق وقلت لهم ترى 1 2 3 ونقدر نسوي. بس يعني اذا انا بسوي كذي لازم انا مي انا ادفع من جيبي. لا مو لازم مجبور. ادفع اضخ مبلغ من جيبي مو مجبور. يعني إيه انا اتخذت قلت انا بيني بينك هذا يعني اعتبره الموسم الاول. يعني انا لان الموسم الاول حده يمكن شفنا 4 حلقات فانا اعتبر هذا الموسم. قلت الموسم الثاني يصير خير عاد حزتها في سبونسر في شيء مرتب في، وانا مو مفكر في احتمال اني ما اوقف يعني حتى لما تخلص الانتخابات استمر بالطرح السياسي. اوكي بس مشاكل السياسه تعور راس. أيوة والله ناصر وفي أيوة نيابات وايد الصراحه السياسه. فيها نيابات، فيها نيابات فيها بس نيابات. حذر ما اقدر احاول اكون حذر. ما تشوفني كله ماسك العصا من النص؟ اي اوكي ما احب اخسر. يجيلك واحد فالت يرفع قضيه يقول لك لا لا لو عمي ما شفت. شوفي اذا اخطينا نحاسب، واذا لم نخطئ بعد شو تسوي؟ هذه الدنيا. كم قضيه انت عليك الحين توتال؟
وايد، وأنا اللي رافعه وايد. يعني إحنا مو نفس بعض الناس، واحد لا في مو انت واحد اللي راح، طلع. كم قضيه عليك، كم قضيه انت عليك، يعني انت كم واحد شخص رفع عليك؟ وايد، وطلعت براءات وايد. زين أوكي مي، انا الحين انا المذيع، ها انا المذيع، يلا شباب أوكي بدلنا ادوار. أوكي مي كم قضيه ندمتي عليها؟ يعني صارت ندمت؟ تحسبتي قلتي اخ لو مو قايله كذي انا، لا او لا يعني شوف، حسيتي لا انه لا ليش لا 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 ليش شوف، سويت كذي؟ في قضية، أنا في قضيتين أنا رفعتهم على شخص أنا ما بغيت أرفع عليه قضية. أوكي بس انجبرت، تدري لما يقول لك انجبرت ناصر، بدر شعيب، بدر شعيبي أنا ما بدر كنت شعيب أبي أرفع عليه قضية عاد والله نهائيا. وردة وردة حبيب حبيب أوكي روحه. طوفت مرة مرتين ثلاثة، بعدين خلاص صار أربعة خمسة، إذا أنا ما اشتكيت راح أصير شنو؟ راح أصير ايه مداس حق الكل خلاص. إنه يا ولا يعني، أنا قلت حتى بالتلفزيون قلت توقفين أنا ما الشيء عند عندي، حد؟ لا إي بس يعني أنا طلعت لما خذيت الحكم، طلعت في البرنامج عندي قلت له أنا ماني فرحانة إن أنا ماخذ حكم على واحد كبر عيالي يعني أبد. فهمت انك مو مفتخره بهالشيء، يعني مو فخر او ماني انه من ضمن مفتخرة وماني سعيدة وماني يعني مو ما بغيت، بس انحطيت اتجاه جبري. وبعدين احنا تصالحنا صدقين انا انا نفس وبدر. الموقف هذا ويا منو؟ ويا بهمن. حصل ويا ويا بهمن. بس بهمن شوفه مع انه يمر علينا الديوانيه ويقعد ويانا، وللحين القضيه ماشيه ترى، تخيل القضيه ماشيه، حتى والله صورت فيديو قمنا نضحك، قلت له انا يعني ليش لا في مساله انا ما ابي اقول ليش انا ماني متنازل ولا هذا، بس شوفوا سبحان الله قضيه، شوف الفرق بين الشباب والبنات ميها، قضيه بيني وبين الولد واصله، يعني خذا حكم عليها اول مره، والله يعني حكم مو عادي، يعني حتى صار بيني وبينه كلام بس، وصار ضحك وقعدنا بالديوانيه، قلت له ابشر اذا خذيت التعويض راح انزل عشاء من فلوسك ملوت التعويض وراح اعزمك على العشاء، وضحك وتغشمر والحياه بحريه وفله وكمنا. عادي البنات يعني مو انا كذي، هم بدر، البنات كلش تصالحنا، بدر تصالحنا. الحمد لله. اوكي دفع قيمة قضية، والقضية الثانية انا تنازلت. اوكي بعد وفاة والدة والدك الله الله يرحمه. يرحمها ويغفر لها، ففي قضايا انا اسويها. يعني مرة رفعت قضية على واحد هددني، هذه انا ما مشهور انساها. ولا من الناس عامة؟ ناس اه اوكي. يدق 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 ما رد، داز لي مسج اقول لك احسن لك اليوم لا تروحين البرنامج. اوف بالقانون هذا شنو شنو ينفهم ناصر؟ تهديد. تهديد، تهديد. فانا رحت قدمت قضية على هالرقم، يبو يابو طلع ولد عمره 13 سنة حدث. الموضوع مو هني، حتى لما قال المباحث قال لي ترى أمه وأبوه من ذوي الاحتياجات الخاصة ما يتحجون طرمان. إيه فحتى لما قال المباحث قال لي ترى هل طلعوا طرمان وما شو، قلت له طرمان جايبين له التليفون يهدد فيه، اللي ما عرفوا يربونه يتربيه الأحداث. ان شاء الله صملتي فيه يعني. ايه بعدين تحولت ما القضية، يعترف لك راحت انت نيابة بالامانه. الأحداث، راحت نيابة الأحداث. بعدين كان يدق علي المحامي مالي قال لي ميتي وين؟ قلت له أنا في المكان الفلاني. قال لي تقدرين تمريني؟ مريت ناصر ولا لاقي بالمكتب عند المحامي أبوه أخوه اللي أكبر منه، حلو. قاعد مو قاعد اطرم ما يعرف تحكي، وقاعد يترجاني ريال شايب اوكي ان اتنازل عن ولده. امانه تنازلت ناصر، بس قلت له ربي عشان ترى اذا هالمره طلع منها ترى المره الجايه ما يطلع. ما خلينا نكون واقعيين، ترى مجرد دخلت الاهل المخفر خلاص
هذه ترى بحد ذاتها هذا موقف ما راح ينسي. يعني هو من هني أنا من اللحظة اللي انجر فيها هذه ترى تربية صدقيني ما يعيد. خذوه وقعدوا نوموا في الأحداث، فصرت عشان أتنازل لازم أروح نيابة الأحداث، فيبت في نيابة الأحداث قبل ما وقع التنازل. قلت له ترى أبوك ترجاني عشان أتنازل. قلت له أنت مفروض ترفع رأس أبوك مو تنزل شعره، يعني جايبك عشان يفخر فيك بين الناس مو عشان تأذيه ويراكض وراك ويترجى اللي يسوى والما يسوى عشان أنت سوالفك. أنا في واحد مرة من فترة والله دش علي وسبني سبني دش بعرضي وسب، يعني ما في كلمة ما قطع، قهرني للأمانة يعني. كان أقوم وكبشر، قلت الوعد قريب إن شاء الله شوي ولا يدش علي واحد ثاني. أنا بكلمك من نفس الأكاونت، أنا بكلمك تكفى، أنا أخوه العود وداز الفويسات تكفى الله يخليك رد علينا ويرد علي. قلت له تفضل. شو يقول هذا أخوي الصغير داش علي قاعد يبكي وما أدري شو اللي صاير، أنا مو فاهم الموضوع. قلت له الموضوع واحد اثنين ثلاثة وريته، يعني دزيت له الكلام السب اللي قايله. شو يقول لي شو اللي تامر فيه؟ أنا مي شوف الفعل اللي أنا بقوله ما كنت بسويه. قلت له وين أبي أشوفه؟ أنا طبعا خرعته، قلت له إني أنا راح أمد إيدي عليك وأنا ما أدري من وراء التليفون، واحد صغير واحد عود ما أدري، بس الأسلوب أسلوب شخص يعني ما أعتقد إنه كان طفل، لأن اليوم مي أسلوب يعني طفل ترى هذا كبير. إحنا بعدين مي الجيل تغير، إحنا قبل 13 سنة يا هال كنا شنو 13 ما نفهم شيء، 14 سنة يمكن 15 سنة مو عيب يعني. اليوم 13 سنة نفس تفكيري وتفكيرك يمكن صح، فالوضع تغير ما صعب إنك تفرقين. والوكاد نهاية القصة إنه يا ابن والله يترجاني، يقول لي وقسما بالله تعال بيتنا ورب الكعبة لا أخليك تطق طق بس تكفى يا ولد الناس، ترى إحنا مو راعين مخافر وأنا أمي وأبوي كبار واندروا وصحتهم وما أدري شنو، قال لي أخليك تطق وخليك تعوره وخليه يعتذر لك ويبوس راسك. قلت له يا ابن الحلال ما بيمنا شيء بس اقبض أخوك، يعني إذا داش سابني داش. لا والله أنا صار فيني نفس ما أنت الحين قلت، وحدة دشت علي على العام سبت 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 سبت، اوكي كبشرت المسبه وبروفايلها حاطه صورتها اسمها. قلت الوعد ان شاء الله مباحث الجرائم الالكترونيه اللي انت سبيتيني عشانها خلت هي تفيدك، حط لك محامي، تطلعك بكفاله من النيابه، تدفع لك تعويض، اللوية والسب اللي انت سبيتيه راح تنحبسين مو بس غرامه. اوكي كان تتصروع شويه ولا امها داشت لي على الدايركت ارجوك ابوسيدك. قلت له والله تبوسين ريولي، لان ناصر سبت اهلي سبت امي يعني، بس ما يبقى انا ضبط كبدي. ايه لا يعني امي ميته انت شبك فيها، مي العفو عند المقدره، ما عندي مقدره. انت لما تدش على اهلي لا 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 تدش على اهلي وعلى امواتي هذه طبيعتك، بس انا قلت لك يعني ما تنازل. قلت لي والله كاتبت لي والله ابوها لو درب يذبحك، خليه يذبحها دام ما عرف يربيها. والله جد انت تعتقدين انك بين الناس شخصيه محبوبه ولا الناس ما تحبك وليش؟ ما حني ناصر اقول لك شيء، عمري ما وقفت، عندي ناس حياتي استمر علي انت تسوين، ادري انهم يحبوني وفي ناس، لكن المتابعين أنا ما أدور ما بينهم محبة أو كراهية يعني صراحة ما يفرق. تقولين اللي عندك وتقولين اللي عندك باللي مقتنعة فيه، باللي مقتنعة فيه عاجبك عاجبك مو عاجبك كيفك يعني. أنا ما تشوفين أن الناس لها حق أنك تبررين مواقفك يعني مثلا؟ لا 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 تبرير ضعف عاجبك كيف صح حقه. والله المشكلة أني أتفق وياك تبرير ضعف، لأن الناس تفهم التبرير أني كني أنا خايف أو أني كني ضعيف. إيه خايف من شنو؟ بس بقول لك شغله يعني التبرير بشكل عام لا يكون انه والله على موضوع معين، فهمتي قصدي؟ يعني مثلا يا جماعه انا لما اسوي هالتصرف والله على اساس مثلا ابي اوصل رساله، على اساس ما حد يتمادى علي، ما حد يغلط على اهلي، ما حد يعني توصلين فكره، وصلي الفكره. اليوم بالنهايه احنا نتطبع من بعض ترى. انا اليوم اذا ما قدرت تقنعني بسلوكه هذا ليش قاعد تسويه ممكن انا اتخذه يعني. ليش؟ لانه والله في فكر، في مبدا، مو يعني آسف مو لعانة مو حقارة. لا مو لعانة، اللعانة كبرنا عليها ناصر.
كبرنا عليها. الناس الناس لا انا الناس هذا ترى ما لما يكون، تشوفك، ما لما يحتاج يكون عمرك عشان تبدأ 17 تشوفها لعان. 18 19 لا مو ميل لعان، الناس هاي ما مو لعان. تشوفك. سمعي من اخوك، الناس ما قاعده تشوفك انك انت ماخذتها من ناحيه مبدأ. مي تتوقعين كم سؤال يجي لي مثلا؟ مثلا بيني وبينك، واتوقع انكم مر عليك، ايش تبين بهذا مثلا؟ ولا مثلا انا يجي لي والله ايش تبي فيها؟ يا معود مشاكل يا معود. فانا عندي مبدأ، انت مو تقول انا عني مره انا قلت مشاكل، ليش قاعد تتابعني؟ ليش ضايفني؟ انت انت عندك مشكله طماشه نفسيه. الناس، طماشه طماشه الناس، اي اوكي، الناس وانا ما تتطمش. اخذتك فيو، وانا ما اخذتك فيو، خلصنا يعني السالفه. فكر، شوف المرأة عندها فكر، شو اسوي؟ قاعد احاول انجر عليها ناعم والله بس ما تبكي بالناعم، شو اسوي؟ ماكو فايده. ما شاء الله عليك مي والله. ناصر، بس ناصر ابى اقول شغله، شوف تدري، وين بقول شغله. تفضل قول. عندك بالاكونت من كم يوم بالصوره البوست، يمكن لي اي بالبوست كنا اللي انت حاطه صورتي قايله ان بنطلع لايف، كنا في كومنت انا ما ادري علقت عليه، ما ادري اذا قريتيه ولا رديت على واحده. اكتبت لي ان انت ويا مي العيدان في جروب ضد جروب ثاني، فانا شنو رديت؟ قلت مي مع المحترم محترم، مع الغير محترم هي يعني شيء طبيعي. اليوم انا مي لو اصير محترم بتصيري محترمه وياي؟ امانه طبعا محترم حطك على راسي، مو محترم لا، غير محترم. ماني فهذا مجبره، وضع شو اللي الناس بشكل يجبرني؟ عام، شو اللي هذا وضع. يجبرني؟ فهذه بالكومنتات انا عاده مرات ادردش ويا الناس، فهذه ايش كتبت لي؟ كتبت لي عيل انت تقصد فلان وفلان. انا ما اقصد فلان وفلان. اليوم انا خلنا نفترض اليوم انا ويا مي، هل باكر انا اذا ما مي صار بيني وبينها خلاف، هل لازم اي واحد انا اعرفه يرافق مي اقول اوخر عنها؟ انا لا اعتقد ان هذا شيء غلط. مي ما لحق سوالف اليوم يا انا هال، مي سوالف يا هال بالضبط ناصر، بالضبط. انا إيه؟ كنت مو مختلف سوالف بيوم كبار. من الايام مع ناس وايد، مي صديقتهم مثلا، ما عمري دخلت على مي قلت لها ليش تماشينهم، ولا دخلت على فلان قلت لها انت شلون تماشين مي، ولا ما لي شغل فيهم. هي مي يمكن انا بيني وبينها موقف معين فانتهى. فادري انا لا حتى وفي قاعد اقرا شيء مو فاهمينه ناصر، بالتعليقات انه مثلا يعني انا ما ابي حتى ادري ان في يمكن مشاهير قاعد يتابعوننا الحين، ادري والله ادري انا محب. أكيد إيه. فانا هذه الصوره اتمنى انها توصل لهم. انا اليوم اذا بينكم وبين مثلا مي خلاف، او بينكم معي خلاف، او مع اهلي خلاف، هذا ما له علاقه، ما له علاقه باي شيء ثاني. يعني اليوم انا ما يصير ما ماشي مي لانه والله انت مختلف وياها، زي مو يوم انت كنت حبيب وياها شلون يعني؟ يا تصير انت حبيب وياها عشان ماشيها، يا لا لا وفي انا شيء لازم متبع الناس احد يعني. تفهمه ناصر، في في شيء الناس مو فاهمينه. الحين انا عندي برنامج اوكي، كشف حساب. الحين انا جبت شخص ضيف عندي وبعد سنتين ثلاثه تهاوشت وياه، انتوا كنتوا ربع، يا بيته عندك في البرنامج. يبا انا لو كل برافج كل ضيف عندي ما عندي وقت اعيش. هذا شغل، تعال الناس لا فاهمين ان اذا فلان انا جبت فلانه بلى بلى عندي في البرنامج قريت احنا ربع. ايه قريت. وبغض النظر مي ابي اقول لك شغله، لو حتى كنا ربع، لو حتى كنا ربع واختلفنا ما يمنع. انا اليوم بعد انا في ناس اعرفهم من كان عمري 10 سنوات، بعد 20 سنه لليوم، بعد 20 سنه انا اختلفت وياهم، اسف فصل، اختلفت وياهم عادي يصير. يعني ما فيها مشكله. بس هم ليش مي انت اذا حبيتي تسردين بهالكلام الحلو؟ انا اعرف طبعك انت اذا يا حبيتي اخي عبر تعطين عن لي مشاعري، المشكله، يعني ليش تعبرين عن ايش المشاعر، فيها؟ فتعبير المشاعر هذا ينقلب ضدك بعدين، انك انت مدحتي ورفعتي وسويتي، الحين انت زين تنتقدين. انا رفعت ومدحت بني ادم اثبت لي انه بعد سنتين انه هو كلب من 16، زين انا شو اسوي يعني؟ لازم احتفظ فيه؟ يا اخي كلب من 16 معناه حرام والله. مي مرات ليش ما في تصير اوادم حرام العلاقات، نقول عنهم مي لا. ليش ما تصير العلاقات بأنها تنقطع وخلاص؟ والله قطعت قسما بالله ناصر، لا في انت بس ناس قبل القط انا مي اكتفيت، اكتفيت انفولو 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 بس راحوا خلصنا. بس في ناس لا، ليش انت سويت له انفولو؟ ليش انت طردته من حياتك؟ ليش انت كشفته؟ اوكي ما تعال كتب. خلنا نتهاوش، خلنا ما ادري شنو، لازم انتقم. في
وانا رد صح. انت في يعني ناس مو متربيه ناصر، في ناس مو متربيه، اذا انت متربي ببيت في ناس متربين يعني ما بقول وينهم متربين بمزابل، هم تربيتهم كثير هذول. في ناس ناصر مشاهير، الشهرة خلت لهم قيمة، هم قبل الشهرة كانوا يلحسون الجواتي، قلبه أوكي؟ مدروسه من كانت الناس دايسة على راسهم دوس، كانوا خدم عند أكبرها واسمنها. الحين لما صاروا صار عندهم الشهرة الناس تلصق فيهم، عشان شنو؟ عشان مشاهير، أوكي؟ هم نفس الأشخاص كانوا دايسين فوق راسهم، فمعقدين ناصر، في عندهم العقد هذه. في حديث شهرة مي، اي مصيبة. منو أخطر، حديث النعمة ولا حديث الشهرة؟ والله الاثنين، بس الشهرة الزيادة يعورك ناصر، فيها لأن إيه؟ لأن فيها حكاية، تأثير أنت شوف أكبر. شوف أنت لما تكون مثلا، احنا طلعنا من الإعلام فخذيناها تدريجيا، أوكي؟ بس وأنا هذا حكاية إيه، هذا اللي كنت قاعد أقول لك إياه، الإعلام في تدريج. هذول ناموا أمهم وأبوهم ما يعرفونهم، قاموا الناس كلها تعرفهم، ملايين. كأنه من صدق، ترى لا تستهون باللي ينام مغمور ويقوم مشهور، هذا يذبح بشر، مشكلة. والله يا مي، انا شفت قصص ويعني عاشرت اشياء وشفت اشياء. المشكله يعني دائما اقول لك، مرات الناس ما تلومهم لان ما يعرفون دائما هو وراء الكواليس اكبر من اللي قاعد يحصل بالشاشه. يعني ترى اللي بالشاشه اليوم لو نجمع اللي بالشاشه كله اللي ينعرض، كم بياخذ؟ ساعه ساعتين كلهم على بعض، ما لو تجمعينهم يعني تحطينهم برنامج واحد يعني نتفلكس، وتعطينهم كم مدته موسمه، بس بس ويخلص. اللي وراء الكواليس هو المزعج. فعشان كذي مرات الناس تشوف ردة فعل، مثلا يشوفون ناصر فجأة طلع معصب، لأن في شيء وراء الكواليس مثلا ضايقني الناس ما تعرف. وقيس على كذي، فلانة على انت، انا فلان، بحر السوشيال ميديا بحرني. بس انا الله والله يعين. اكتشفت علاجه وشنو؟ كبر عقلك كثر ما تقدر. واكتشفت ان صدق في ناس تسوي كذي على اساس انت، يبي يستفزونك على اساس تردين عليهم. كبر. اوكي، يعني عندك انا بقول خصم لك شيء، خصمين، انا الحين انا مثلا عن عندي نفسي صراحه يمكن عندي خصم خصمين مستمر وياهم للموت، ما عندي مشكله ارد عليهم، بس انا خصوم يدد ما طاف طاف. والله، انا شو اسمه يعني، شوف حتى الحين مثلا في خلافي مع احمد بدير طلعت كم وحده كمبارس سبت، قعدت اضحك، اوكي؟ كويتيين فانا ولا الناس ما مصعوه، اوكي؟ فقعدت اطالع، قلت انا ما ارد على كمبارس الصراحه، انا بس ارد على النجوم. مي على طاري. شوفي، هو يمكن ما له شغل، بس صدقين الموقف هذا اللي صار ذكرني بعض من المصريين اللي كانوا يغلطون مثلا على الكويت يوم وقت الأزمة وكذي. الحين ما ليش الحين تذكر، الحين 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 ما له شغل طالعين يمكن يدافعون الموضوع، بس على بدير، قاعد يسبون أقصد الكويت. يوم حطوك زين بالإعلام ايش عندهم، صرت في الكويت؟ يوم حطوك بالإعلام عندهم، تذكرت هم لما كنا نطلع مثلا واحد منهم وقاعد يغلط على الكويت، وما أدري ليش الموقف كذي ركبته يعني. يا معود، انت لو تحط لك محامي مصري هناك يرفع لك قضايا على كل اللي يسبون، وقسم بالله نطالب مصر تعويضات ما نخلص ما نخلص بالمليارات. ما نخلص. ما في شعب يسب كثر الشعب المصري، ايه بس انا والله يتحجون شوفي، عن الاخلاق وهم 24 ساعه اعلامهم سب. العيد 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 جبت العيد انت مسكين. اعلامهم مي، اعلام عاد والله انا ما اتابع اعلامهم، بس انا والله مي، والله العظيم بعيدا عن اي شيء، انا ترى متخرج من مصر، انا اوكي. جامعي متخرج من مصر، انا ترى احب مصر يعني انا نفس من الشيء، الدول عندي انا لا انا المفضلة، وأحبهم، أنا أحبهم هم كشعوب. ليش؟ يا أخي الشعب طيب، اي وناسة وناسة، يعني ماخذ الدنيا بسهالة، خف الدم، اي خف الدم، خف الدم، خف ماخذ الدم، الدنيا، ما خف الدم. يعني عايش على الله وعلى البركة. وأنا عشان شي والله يعني أحب، ما أبي أقول ما أرضى عليهم باكر بعد الحين يقول هني لا يسبوني يبا، ما بعد. لنا خوف، خليك، لا 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 لا، اطلع، مالك مالك في ناس ترى ما السالفة يرضون، هذه. والله أنا أحب المصريين ما يرضون. والله أنا صار لي 15 سنة ما رحت مصر.
انا اخر مره رحت انا 2012 تخرجت. شوفي انا لحقت احلى ايام صراحه انا عشتها بمصر ايام حسين بارك الله يرحمه. اخر احلى ليله ايام مرت علينا. وناسه 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 يعني انت خليجي رايح مصر اوه اخذ متعه، لان الله يرحمه ترى وايد كان يحب الخليجيين. حسين مبارك وايد كان يحب الخليجيين بعد. كان ايه كان مدلل الخليجيين هناك. اي يعني اي شرطه سياحه اي موقف اي الحياه فله، الحياه فله كانت. صح. ماشي يا ناصر، دردشت وياك صار لي من زمان يسلمك. ما دردشت. اي والله مشكوره يا مي على اللقاء الخفيف والله انا اللطيف. سعيده سعيده. وسامحونا يلا حلونا يا قول المشاهدات. حق فهد السياره الجايه انا بجيب له اياها. والله انا راح احملك المسؤوليه ما ادري. يبي له طبعا سياره مو بس كلام، لا تتكلم حبيبي، لا سياره سياره عارف واحده، لا سياره واحده انكسر ظهري. وين شوفي شوفي اخذه انا. شوفي واحده، هذول بس اللي بالحوش ها، واحدة شوفي اثنين ثلاث وين اربع. مسوي لي ابو الشباب مسوي لي جراج جراج كيف يستاهل هذا ولي العهد مو اي شيء. اي والله والله يستاهل والله، بس ما شاء الله عليه ملول يعني كل يوم يبي سيارة، كل يبي يوم يبي سيارة سيارة جديدة يعني ما يشبع من اللي عنده. انت انطر عليه حبيبي 16 سنة عندك كارفت، هذا انطر على 16 سنة ايش راح يسوي؟ يا معودة لا يسمع القصة هذه والله باكر حجني فيها، يقول لي يبا انت كان يوم عمرك 16 سنة عندك كارفت، انا ابي بعد. لا 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 القوانين يقول لك يلا انا تغيرت. بالبورس. الدنيا تغيرت الحين مو نفس قبل. ايه وينه وين ايام قبل؟ والله اي والله بس والله هم دللنا ترى ناصر على ايام قبل. والله دللنا، لا لا دللنا بس قبل يعني لا قدر الله صار شيء ترى طراقين كذي انت ومشوي كذي. لحقت، انت لحقت على هذا كمبيوتر صخر؟ لحقت على كمبيوتر صخر، لحقت على السيجا، لحقت على الصخر لعبه الرامبو كان فيه، لحقت على وايد اشياء مي وايد والله اشياء كان مي. وناسه، كان صدق والله غاليه العظيم بمقياس بذاك اي الزمن بس يمكن والله سعر كان بلاي ستيشن. وناسه. لا لا احلى زمن احلى زمن والله احلى العظيم يا مي، اني وايد اشتاق حق الزمن القديم. الجيران شفت الجيران انا لهالدرجه دقيق، اشتاق حق ايام الجيران اللي عيال الجيران يدرعمون بيتنا احنا ندرعم بيتهم، فريج كله مبطل على بعض. هذا وين الحين البيوت كلها مسكره. مي سمعي سمعي خليني اقول لك اخر سالفه. انا سكنت بالسرة، اي سكنت بالسرة الحين بيان قبل هالمكان السرة، فانا متعود انا كنت ساكن عند جدتي عايش، فجدتي معلمتني من عمر الدنيا جدتي جيرانها ولا جيرانها متعودين على الاجواء هذه. فيوم انتقلت الحين طلعت من القادسيه رحت السرة رحمه الله عليها الله يرحمها يديدها الله يرحمها متعود انا جار، ففي بيت قدامنا كان قاعد ينبني يوم خلص، فلما اطلع انا من باب بيتي جار جاري موجود تو ساكن يدي اول مره سلمت عليه السلام عليكم يا جار. والله العظيم ما ايش اسوي، جاي طالعني جاي يلف وجهه جاي يبط باب سياره يركب ويحرك يمكن ما سمعني. بعد فتره كان تلاقى وياه ويا بويا ماكو جار شلونك شو اخبارك، يرد يلتفت علي يم الحارس يرد يلتفت على الحارس يكلمه يكلمه يفتح باب سياره. فيعني شوفه حتى وصلوا يعني حتى السلام ما يبي يعني وصلوا الجيران حتى سلام يبا ما بي لا سلامك ولا كلام فكري من شرك ولا ابي منك شيء وبس. والبيت وصلنا لمرحله اي صعبه. لا بس يقولون انت بس دشيت بيان صارت ازمات، انقطعت الكهرباء ما ادري صار رمي الرصاص. منطقتهم تعبانه مي منطقتهم لا لا تعبانه لا 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 مو سلوى والله بس انت منطقتهم تعبانه. لا ايش معنى سنين ما في شيء بس جيت شو سنين ما في شيء بيت الفاشينيستا غرق ما لي دخل. وانت انقذته انت انقذته من برا المنطقه جاي وانقذته. انا تشوفيني بالسكوتر افتر بالليل ما اي سكوتر هذا بعد ترى ممنوع منعوه الحين بعته بعته اللي عندي. كم وصل ما بعته 200؟ والله بعته رخيص لا والله كان ينباعون على 200 دق علي واحد من ربع عور قلبي قال لي يبا ابي حق بنتي خلصني ما كان اعطيها ب 100 وانا ما اخذ 100 تقريبا. اوكي الحين منعوه ما استحملت الا شوي قلت له يبا يلا اخذ اشيله وبس. يا معود تتهنى فيه ان شاء الله ان شاء الله. عموما شوفي لك يوم انت معزومه عندنا بالبيت حياك الله. اتشرف يا اخوي ومشاور ما في لك باخذ الفهدي
تسمع. لا باخذ فهد بروح نشتري له سياره جديده. تبي تشتري له، تبي تجيبين هويات، المهم هالولد تبينه يحب تجيب له سياره، بس نقطع الصف. خلاص ابي سياره، امور سهالات. يبي وياك سياره وحياك الله تعال. تسلم تسلم يا ابو فهد، الله يسلمك. الله يحفظك يا اخوي. تسلم. مشكوره يا مي، سامحونا يا شباب، خلونا اذا زلت منا كلمه، واخوان المشاهير اللي تابعونا فيك اكونت، فيك 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 اكونت، ما نقصد لي تعال. يلا يلا على خير، تسلم يا اخوي، الله يحفظك، باي باي.